اخوتي المغاربه اخواتي المغربيات، انا كنشكركم بزاف، كنشكركم لاني توصلت بايميلات كثيره اتلجت سطري في الحقيقه، واتلجت صدر حتى العلماء الكبار اللي كانوا في الاجتماع، واللي توصلتهم لهاد الاخبار. قلت لهم راه الحمد لله كان اخبار ساره، المغاربه تجاوبوا معنا وصيفطوا لنا الايميلات ديالهم. ما كانوش كثيره في الحقيقه، ولكن هذا لا يعني ان الامل ما كاينش، الامل ديما كاين. الحمد لله صيفطوا لنا ايميلات، وانا غادي نعاود نفسر لكم، نعاود نقول لكم، اللي فاهم غادي يفهم ناس اخرين، واللي فاهم شويه غادي يفهم اليوم بزاف، واللي فاهم بزاف غادي ما كاينش مشكل غادي يعاود يفهم. اللي بغيت نقول لكم من هادشي كله هو الايميلات ديالكم كانوا فيهم بعض الايميلات اللي داخلين في المواصفات اللي هضرنا عليهم ديال الكائن البشري اللي كاين معنا هنا في المغرب، اللي هو كاكا مايند. وكاين بعض الناس اللي ما فهموش مزيان المواصفات، يعني كاين شي ناس خارجين عن هذا النطاق تماما ما فهموش، وصيفطوا لنا كامل الايميل ديالهم. كنشكرهم على اي حال، ولكن ماشي مشكل، غادي نعاودوا نفسروا شويه الامور باش تتضح الصوره احسن فاحسن. اولا كنشكركم بزاف على الورقات اللي صيفطتوا لنا، تبارك الله عليكم. الصوره الشمسيه هي هذيك، يعني مشيتوا عند الفوتوغراف، الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال مزيانه لانكم مشيتوا عند مول الفوتوكوبي، جبتوا التنابر ديال 20 درهم 20 درهم، دونك مزيان ما كاينش مشكل. من هذه الناحيه الامور كانت واضحه. دابا غنعطيكم بعض المواصفات اونكور اون فوا باش كمسا فهمتي توسع المجال اكثر، ومازال كنتسنى الايميلات ديالكم والتجاوب ديالكم ان شاء الله مع الايميل ديال zubida.a@kakamind.org. بعض المواصفات غادي نذكروا عليها دابا، والهاتف ما تنساوش الله يخليكم، الهاتف الاخضر غنديروا معكم واحد الرقم اخضر مجاني، كيف كتعرفوا معايا خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، حنا المغاربه كنموتوا على شي حاجه سميتها الفابور. دونك كاين رقم اخضر غادي يكون تاهو تحت الشاشه اللي ان شاء الله تعيطوا فيه الا سبحان الله ما كانش كونيكسيون، الواي فاي ما مخلصينش، ولا القهوه عيانه دايرين فيها واي فاي ولكن ما خدامش، ماشي مشكل. دابا غادي نمشيو للمواصفات. اذا اخي المواطن اختي المواطنه، الا مثلا انت كنت شاب، يلاه وليت يلاه جاتك سن المراهقه، واول حاجه درتيها هي بديتي كتنريرين في اختك، ها بديتي كتشنضل في اختك كتضربها باش تثبت لراسك بانك وليتي راجل. انت بدون شك وبدون منازع راك داخل معنا في الخانه ديال كاكا مايند. اذا صيفط لينا الله يخليك الكونديداتور ديالك، وانا نكون على يقين ان شاء الله غادي تكون معنا، وغادي انت غادي تفرح وغادي تربح معنا البطاقه ديال الانخراط ديالك. الا كنتي سيدتي خدامه في البنك انتيا وعندك كات كات وكتمشي عند الشوافه باش تلغجي راجلك باش يبقى يموفي عليك، فهمتي؟ وشوفه كتعطيه 10000 درهم عادي، زعما ما عندكش مشكل، ولكن عندك واحد الدراسه في الدار كتعطيها 4000 ريال في السيمانه، كتنقي لك الدار وعندها جوج ديال الدراري. انت على يقين انك انت كاكا مايند، واخا عندك الكات كات، اذا ان شاء الله صيفطي لنا الله يخليك الدوسي ديالك بكل اريحيه، غادي نقبلوه ان شاء الله. الا كنتي سيدي كتمشي للجامع وكتبقى تخبط جبهتك مع الارض، كتبقى تصلي 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 تصلي، وملي كتسالي كتجمع شويه مع الصبابط والبلاغي وكديرهم تحت باطك وكتزيد انت كيبان لي سيدي بلا ما تصيفطنا الدوسي، بلا ما تصيفطنا كاع حتى داك الصوره الشمسيه بلاش منها. انا على يقين انك انت ان شاء الله غادي تربح معنا البطاقه الانخراط بدون اي، الا ما تقدر تكون انت ولا الجار ديالك ولا شي واحد في الزنقه ولا هذا، المهم اي واحد شفتوه في هذه المواصفات ماشي ولا بدي يكون نتوما، فهمتي؟ ممكن تبلغوا عليه وتصيفطوا لنا الدوسي ديالو، ما كاين حتى مشكل. الا كنتي مثلا انت معلم كتقري، استاذ كتقري في مدرسه وكتقري الدراري ضحوكي، ولا كتقول لهم الا بغيتوا قاروضي خصكم تجيو عندي ديروا خصوص دروس خصوصيه كيف كنقولوا يعني بالفلوس. انت استاذ مع احترامي للمهنه ديالك، لان استاذ راه مهنه شريفه ونبيله وكتربي اجيال، دونك انت داخل معنا سيدي سي الاستاذ، راك داخل معنا في هذه الخانه، وصيفط لنا ان شاء الله الدوسي ديالك تنتايا بكل اريحيه، راه ما كاين حتى اشكال ان شاء الله غادي تكون معنا. الا كنتي مثلا شنقول لك ديما حال فمك في التلفازه، مثلا حال فمك في التلفازه في عرب ايدل اكس فاكتور، فهمتي؟ تو تبغي تولي مغني وداكشي 16 عام وغير الفلوس دغيا وتولي مليونير وداكشي، وما كتحلش فمك مثلا في كتاب كيف ما كان الكتاب. اذا انت الشاب الوسيم ولا الشابه الوسيمه، حتى نتوما راكم داخلين معنا في هذا النطاق، ما كاين حتى شي مشكل. صيفطوا لينا ان شاء الله الدوسي ديالكم، وغادي يكون مقبول بدون اي احراج، كونوا على يقين. شنو اخر امثله كثيره في الحقيقه، ولكن كنظن بان من الاحسن نكتفيو بهذا القدر اليوم،
ونقول لكم حاجه اخرى، هذا سكوب ولكن بغا نقول لكم كمان باش نفرحكم، انا راني شفت مع اللجنه ديال العلماء المغاربه وراني كنضارب على قبلكم باش يزيدوكم في المكافاه اللي غنصيفطوا لكم مع البطاقه الانخراط. كنا قلنا جوج خنشات ديال السكر ولا لا يا ربي قلنا جوج خنشات ديال الدقيق وجوج خنشات ديال الكياس. غتقولوا لي علاش ماشي السكر مثلا؟ غادي نجاوبكم من بعد، ولكن غنقول لكم بان غنزيدوا خنشه خنشه، يعني غيكون عندكم ثلاثه الخناشي ديال الكياس وثلاثه ديال الخناشي ديال الدقيق. هذا راه زعما خدمه تفويضيه من عندي انا شخصيا، ها بغيت باش نبرعكم ونفرحكم. وما تنساوش راه هذا الكنز راه شي حاجه كبيره عندنا في البلاد، هذا الكنز وخصنا نحافظوا عليه. الله يخليكم، دونك تعاونوا معنا كنا لانه مشروع وطني كبير خصنا نتعاونوا فيه كاملين. ها ومن بعد البري نوبل فوالا غادي نربحوا فيه البري نوبل والاوسكار، وانا متاكده الا ربحنا ان شاء الله وانا على يقين غادي نربحوا البري نوبل ان شاء الله غادي نقسموا معكم. مش عرفتي شنو كاع انا الحق ديالي غنعطيه لكم كاع، ما عنديش اشكال. شكرا.